تناولت مختلف الصحف الوطنية الصادرة في اليوم 12 من الحملة الاستفتائية أهم المجريات المتعلقة بمشروع تعديل الدستور والحملة. رسم معالم الجزائر الجديدة هو تصريح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة الذي كتبت عنه يومية المجاهد، مؤكداً أن الشعب الجزائري سيسطر بمناسبة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور ملحمة عظيمة في سبيل الوطن يحفظها التاريخ وتصونها الذاكرة الجماعية. في نفس السياق افتتحت يومية الإكسبريسيون بتصريح الفريق تحت عنوان شنقريحة يوجه نداء، مشيرة إلى تأكيده حول ضرورة بناء الشباب لوطنهم بأيديهم ورسم معالم الجزائر الجديدة من خلال التصويت على مشروع تعديل الدستور. يومية المحور تناولت نفس الخبر، حيث دعا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى المشاركة بقوة في الاستفتاء على الدستور. بالبنط العريض كتبت جريدة النصر على صدر صفحتها التعديل الدستوري سينهي كل الانحرافات، وهو تصريح الوزير الأول عبد العزيز جراد مؤكداً على وعي الشباب ودوره في تكوين المجتمع المدني وضرورة أن يكون قوة إيجابية لبناء الجزائر الجديدة. أما يومية المساء فجاءت بتصريح وزير السكن والعمران والمدينة كمال نصري الذي أكد أن الدستور الجديد يكرس الطابع الاجتماعي للدولة وأنه أفرد اهتماماً خاصاً بالسكن. كتبت جريدة النهار عن خبر دعوة وزارة الاتصال للمؤسسات الإعلامية الوطنية والأجنبية المعتمدة إلى إرسال ملف طلب الاعتماد للتغطية الإعلامية الخاصة بالاستفتاء حول مشروع الدستور، وذلك قبل تاريخ 20 أكتوبر.